أعلن مقرر لجنة المساءلة النيابية في البرلمان البرازيلي وجوب المضي قدما في عملية إقالة دلما روسيف بعدما خلص إلى أن القضية المرفوعة ضد الرئيسة اليسارية مقبولة قانونيا وسياسيا. حجم الخروقات التي ارتكبتها الرئيسة التي تمادت كثيرا في تخطي المهام الموكلة إليها وخانت الثقة الممنوحة لها يبرر إطلاق عملية إقالة استثنائية. وروسيف متهمة بإخفاء أرقام من الحسابات العامة في العام 2014 و 2015. أفعال روسيف تعكس مؤشرات جدية إلى تعديات خطيرة وممنهجة على الدستور الفيدرالي وعلى مبادئ كثيرة لدولتنا الديمقراطية، إنما خصوصا على مبدأ فصل السلطات. وتخوض الرئيسة اليسارية سباقا ضد الزمن لمحاولة منع إقالتها قبل أسبوعين من تصويت حاسم للنواب.